معنا على الهواء مباشرة من مقر المعرض مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، حدثنا عن حجم المشاركة وأيضا الإقبال. نعم، نتحدث بالفعل من داخل أرض المعرض هنا، معرض ديارنا، والذي يقام لمدة 30 يوما بداية، يتم افتتاحه للجمهور من غدا، ولكن قامت بالطبع الدكتورة نيفين القباج اليوم وزيرة التضامن بافتتاح المعرض، وقامت بجولة داخل المعرض ولقاء الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات المقامة داخل هذا المعرض. بالطبع تفاصيل كثيرة حول هذا المعرض وكيف تدعم الوزارة والدولة العارضين والأسر المنتجة وتسوق لهذه المنتجات كما ذكرتي. بالفعل ما على الهواء الآن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتحدثنا تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وهذا المكان المميز الذي نحن فيه الآن. أهلا بحضرتك يا فندم على القناة الأولى. أزاي فندم نتكلم عن أهمية هذا المعرض، ويمكن المكان المرة دي فريد من نوعه ومختلف، كيف تدعم الوزارة الأسر المنتجة وبأي السبل والوسائل؟ اولا بحيي الاسر المنتجه والعارضين وكل اسره بتنتج في مصر. الاسر المنتجه ونشاط لوزاره التضامن الاجتماعي بدا من سنه 1964، يعني كان بيقصد او بيستهدف السيدات اللي ممكن تشتغل من بيوتها وممكن تشتغل من ورش انتاجيه بسيطه. الحقيقه يعني مش بس يعني العارض بيعرض منتجات، بس ورا كل المنتج اللي بيعرضه العارض افراد كتير جدا. الاسره بيشتغل فيها افراد من 20 لغايه 100 واحد، مش بس افراد الاسره، اللي بيشتروا منه الماده الخام، اللي بينقلها، اللي بيغزلها، اللي بيشغلها، اللي بينقلها تاني للسوق. فالحقيقه الاسر المنتجه احنا بنعتز بيها جدا وبنضم شغلها معانا، وبنقول مصر بتتكلم حرفي لان هي بتنتج منتجات معظمها يدوي، قليل فيها قوي اللي بتخيط على المكن، معظمها يدوي، معظمها مصنوع من خامات بيئيه، معظمها بيدل على حرف مختلفه في مصر من اماكن مختلفه، من الفسطاط، من اخميم، من طهطا، من الوادي الجديد، من جنوب سيناء. فكل محافظة بتعرض منتجاتها، وده فرصة كويسة ان المصريين يعرفوا بعض. يعني المعارض دي احنا بنجوب بيها محافظات الجمهورية بأكملها، فكل يعني اللي هنا يمكن في الساحل الشمالي مش بس اهل مرسى مطروح او اهل اسكندرية، هم اللي جايين من كافة محافظات الجمهورية. كل واحد بياخد منتج وبيدخل يتفرج بيسوق في محافظته على هذه المنتجات. فالحقيقة ده تشجيع للمنتج المصري ولا المنتج المصري، اللي يعني وانا بسألهم بيتراوح كل فرد بيشتغل العائد بتاعه حتى وهو ببيته من 1500 ل 3000 جنيه المتوسط بتاع يعني مكسبه الشهري ويمكن اكتر. اللي بيشتغلوا مش بس من الاسر المنتجه بتاعتنا، من مراكز التكوين المهني، من مشروعات متناهيه الصغر. هذا المعرض في الساحل الشمالي ايضا بنضم ليه سيدات كانوا في مناطق الجديده اللي منقول ليها سكان العشوائيات، بدانا نعلمهم الحرف. في بعض السيدات من تكافل وكرامه، اللي احنا عشان نخرجهم من تكافل وكرامه، فكل معرض بناتي بما هو جديد. الساحل الشمالي بيتميز بمنتجات بعينها، درسنا هذا السوق، وعشان كده في كتير منتجات بتتجاوب مع احتياجات المصايف والمصيفين. إذا دكتور نيفين، احنا بنتحدث عن يعني منتجات في محاولة لحمايتها من الاندثار، يمكن في بعض المنتجات المصرية الأصيلة المتواجدة بالفعل. خلال جولتك يا فندم وحديثك مع العارضين هنا، من وجهة نظرهم كيف ساعدت هذه المعارض يعني على زيادة الإنتاجية وكيف حافظت؟ يمكن أنا قابلت ناس منهم بالفعل وقالوا إنه فعلا دي في مشاريع كبرت بالفعل خلال سنتين أو ثلاثة فاتت. كان إيه رأيهم وإزاي تواصلوا مع حضرتك ورأيهم إيه في دعم حضرتك؟ اولا يعني انا وانا بلف في المعرض، احنا زي ما بنقول بيجمع بين الاصاله والمعاصره. في الحاجات القديمه اللي هي النحاسيات والدقه على النحاس وفي حاجات خشبيه، بس في حاجات كمان متطوره زي الخياميه والتلي. ففي حاجات وفي مزج بين ما هو اصيل وما هو معاصر. في المنتجات اللي بتعبر عن ثقافه زي سينا، في كليم بتاع زمان اللي كنا بنشوفه في بيوت اجدادنا واهالينا. فالحقيقه في ما هو قديم وفي ما هو حديث، وده اللي بيميز يعني يمكن معارضنا، ان احنا ما بنقولش لحد، انه بنقوله بس راعي معايير وجوده المنتج، وان الماده الخام تكون مصريه،
وان المنتج يبقى مصري، لكن والسوق هو اللي بيقول لنا، لا احنا اللي بنقول له ولا هو اللي بيقول. يعني هو بيبيع، احنا بندرس بعد المعرض ايه المنتجات اللي كانت اكثر تسويقا، ايه المنتجات اللي ما اتباعتش خالص او اتباعت بقليل. طب هل المشكله مشكله منتج، ولا مشكله ان المنتج فيه مشكله، ولا ان هو مش متناسب مع البيئه دي؟ يعني ما اقدرش اجي هنا واعرض منتجات ممكن تكون بالنسبه للوجه البحري مش هيستخدمها، لكن في منتجات بتتجاوب مع ده. فالحقيقه محافظتنا على ان المنتجات الاصيله والمصنوعه من خامات بيئيه والحرفيه واليدويه دي حاجه مهمه جدا. والحقيقه وانا ماشيه بشوف ابداع، يعني خشب على معدن، تلي على جينز، فده المسوق او العارض بقى شاطر جدا حتى من غير دراسه. اللي بيقول لي دخلت على يوتيوب، واللي دخل على الانترنت، واللي بدا يشوف من المعرض فكره تانية مع منتج تاني، فهم مجتمع متكامل مع بعضه بيدعم بعضه دايما، في ما بينهم حوارات، يبقى ملتقى حرفي. فعشان كده احنا مسمينه مصر بتتكلم حرفي. شكرا جزيلا دكتوره نبيل القباج على هذه المعلومات الوافيه، شكرا لحضرتك جدا وشكرا لوقتك. وفعلا زي ما شفنا مع بعض، يمكن هذا المعرض الفريد من نوعه، هو بيجمع جميع الحرف يمكن الاصيله المصريه اللي تعبر عن الهويه المصريه والحرف المختلفه. كمان يمكن كلامي مع العارضين، هم فعلا بالفعل بداوا في معرض ديارنا، وبالفعل منتجاتهم كبرت ومشاريعهم كبرت من خلال المعرض. اذا هي مجهودات مختلفه من الدوله لدعم التراث المصري الاصيل هنا من الساحل الشمالي، وهو زي ما الدكتوره نبيل القباج ذكرت، هي كل مكان وليه الطبيعه الخاصه بيه، ولكن ده لا يمنع بالطبع وجود عارضين من جميع محافظات الجمهوريه على مستوى المعارض المختلفه. نعم. اللي بيتم اقامتها في جميع المحافظات. اشكرك جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، وشكر موصول بكل تاكيد لوزيره التضامن الاجتماعي نبيل القباج.